رح نبلش بأولى محطاتنا ليلى، ومثل ما قلنا ببداية الحلقة اليوم بدأت المدارس، ودائما بنشوف مع اتجاه الأطفال للمدارس بيكون في عندنا مشكلة كتير كبيرة اللي هي الإصابة بكتير من الأمراض، برغم كل الإجراءات اللي بتاخدها والاحتياطات اللي بتاخدها إن كانت الهيئات التعليمية أو حتى الأهالي بالبيوت. صحيح سلمى، نتيجة اندماج الأطفال بالفصول الدراسية ممكن منهم يكون عندهم نقص بالمناعة، مناعتهم ضعيفة، ممكن يكونوا عرضة أكثر لهي الأمراض. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وكيف يكون عندنا وعي لحتى نحمي أطفالنا من هي الأمراض. معنا الدكتور قصي الزير وهو الاختصاصي في طب الأطفال. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. صباحكم ورد، صباح جميل ببداية أيلول، ببداية العام الدراسي. إن شاء الله كل أطفالنا وشبابنا يمر عليهم سنة خير ويأمنوا كل ما يصبوا إليه بهالسنة الدراسية إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور. بالبداية بنعرف دائما أول ما ببلشوا الأهل بيبعتوا أطفالهم أول أسبوع أول أسبوعين من المدرسة، بنبلش نشوف في أعراض بقى بتظهر وأمراض مختلفة عند الأطفال. خلينا بالبداية، شو أكثر الأمراض اللي ممكن ينصف فيها الأطفال بأول اختلاطهم بالمدرسة وشو المسبب؟ يعني هلأ الفصل أو شهر أيلول هو شهر تبدل الطقس. صحيح. إذا منلاحظ بصير الغبار، بصير النهار بيقصر، بصير يعني بالليل برد، وش الصبح برد، بالنهار شوب، ممكن يترافق ببعض المناطق بأمراض برياح. فتقلبات الطقس بشهر أيلول كمان بيرافقه كتير تبدلات بالجهاز المناعي، مثل ما تفضلت وحكيت انه الجهاز المناعي كمان له فترات بصير فيه اضطرابات، وكمان بصير في عنا ممكن تنتشر فوعه بعض الفيروسات، بعض الجراثيم، ممكن التبدلات التحسسيه بالجسم ممكن تظهر، مثل رشح تحسسي، سعال تحسسي، بعض الامراض التحسسيه. اذا في تبدلات مناخية وتبدلات جهازية عند أطفالنا، وهذا الشيء ممكن يعطي أعراض مرضية عند الأطفال. مثل ما تفضلتي، ممكن أول أسبوعين ثلاثة الأطفال أول شيء يعني فصل الصيف كان له نظام حياة خاطئ، يعني غير منتظم، الساعة البيولوجية تبع الأطفال ما منتظمة، الغذاء ما منتظم. يعني فصل الصيف هو فصل الهوجائية بكل أمور حياة الطفل، فهون هلأ بدأ تنظيم من جديد خلال السنة الدراسية. أول أسبوعين بالأهل بيعانوا من تنويم الطفل مبكرا، حتى اليافعين والشباب، لإعادة تنظيم الساعة البيولوجية تبعهم، النظام الغذائي تبعهم لازم كمان يكون يرد يعيد تنظيمه، حتى كمان النظام المناعي يعيد نشاطه وتنظيمه. يعني النوم المبكر بنشط الجهاز المناعي. بالصيف كانوا مثلا الأطفال يسهروا أو الشباب يسهروا ساعات متأخرة، فهلأ لازم يصير يرجعوا للنوم المبكر. كانوا مثلا يفيقوا الساعة 12 الظهر للتنتين ثلاثة ليأكلوا وجبة طعامية، هلأ لازم يفطروا قبل ما يروحوا على المدرسة. الفطور الصباحي هو جدا مفيد للأطفال أو لليافعين أو لأي شخص، حتى تنظيم الاستقلاب تبع الجسم وتنظيم جميع أجهزة الجسم باستقلابها الصحيح، ويعني ما تتعارض مع بعضها الكلية والقلب والدماغ، يكون في نظام صحي سليم. فالفطور الصباحي جدا ضروري، وهذا الشيء ما بنشوفه ضمن هالحياة الحالية. أكتريتهم بيسرعوا بفيقوا الطفل، بيسرعوه ليلبس ملابسه ويحمل حاله ويروح على المدرسة، ما بيتناول الفطور الصباحي، وهذا بيأثر على ملكاته العقلية، على استقلاب الجسم، على الجهاز المناعي، على الطاقة تبعه، على الحركة تبعه، وهذا الشيء خاطئ. فبنتمنى من الأهالي الكرام أول شيء أنهم يردوا اعتياد الفطور الصباحي لأطفالنا وشبابنا، نفيق شوي قبل، نجهز الفطور الصباحي، وما نعطي مع الشاي. نحن عنا عاداتنا ببلاد الشام نشرب الشاي، الشاي بيسحب المعادن الزهيدة من الجسم، مثل الحديد، مثل الزنك، مثل النحاس، مثل بعض الفيتامينات المعدنية الزهيدة بيسحبها، وهذا الشيء بيخلينا من الفائدة من الطعام تكون أقل، وبيعمل عسر هضم، بيعمل شغلات كثيرة. فإذا نحن نعوض
الشاي بالعصائر الطبيعية أفضل من العصائر اللي تحتوي على سكريات كثيرة هي المشترية من السوق، وممكن السكريات الكثيرة بتعمل استقلاب سريع ومن ثم بتراجع بيأثر على الجسم. فيفضل دائما أنه نحاول ننظم الوجبة الغذائية الصباحية ومنشوفها هي أساس تركيز الجسم كلياته. هي كمان يعني أحد الأسباب. كمان ملابس الصبح عم يكون برد، الظهر هلأ شوي تاني بصير شوب، ويعني بتصير بقى تبدلات الطقس، فلازم كمان نعرف كيف نلبس أطفالنا اللبس المناسب حتى ما يصير في عنده تقلبات كمان إفرازات العرقية عنده، وممكن هذا يؤدي إلى بعض الاضطرابات الجسدية عند الأطفال. دكتور حكينا عن المدارس، وطبعاً مثل ما ذكرت وجبة الفطور أساسية، أحياناً بيكونوا الأطفال هنن عنيدين ما بيقبلوا يأكلوا أو شيء. حتى خلينا نحكي عن روح لجانب الحضانات، في كتير أمهات بيلجأوا لوضع أولادهم بالحضانات أطفال الرضع، كمان هنن كتير بيكونوا معرضين لأمراض كمان. صحيح. بترجع هي القصة حسب المناعة. خلينا نحكي شو أكتر الأمراض اللي ممكن يتعرضوا للأطفال الرضع. هلأ الرضع بالروضات مثل ما تفضلتي، حتى الأطفال لعند عمر ال5 سنوات جهازهم المناعي بيكون يعني إلى حد ما غير مكتمل، لذلك منشوف الأطفال اللي بيرتادوا حتى الروضات دون ال5 سنوات يوم دوام 3 بالبيت مرض، يومين دوام 5 بالبيت مرض. أولا جهاز المناعي كتير يعني بيتأثر من التعرض الأطفال للأجواء المغلقة والفيها فيروسات، يعني مثلا طفل مرشح عنده أنتان فيروسي، الأم مضطرة موظفة مضطرة تبعت ابنها على الروضة، فهون هو بيروح على الأجواء المغلقة والطفل لعبه لعب يعني ما بيعرف انه يعني هو فبيمسك اي شيء بياخذ اي شيء، يعني ما بيعرف اذا هو مريض ما بيخالط والثاني ممكن ياكل من سندويشه رفيقه المريض. اطفال يعني تصرفاتهم بحسب يعني غير الاطفال غير واعي، فلذلك بصير نقل العدوى بين الاطفال، وهون بقى بتنتشر العدوى ضمن الروضات ضمن المدارس بسبب انه طفل مريض راح على الروضه ونقل العدوى من الامراض الموجوده عندهم. والجهاز المناعي مثل ما تفضلتي دون ال5 سنوات هو ضعيف. هلا انه الطفل عنيد هي شغله سلوكيه تربويه. نحن الخطا الكبار، انا ما دائما بيقولوا لي ابني ما بياكل، ما هو الطفل هو انسان وجد بالفطره لعلمه انا مو بالغريزه الحيوانيه، اللي عنده بعض الشغلات الغرائز الحيوانيه هي بتجي وراثية بتجي إنسانية، أما بالفطرة أنا كيف بعلم ابني؟ فنحن الخطأ الكبار، يعني نحن اللي من ما منعود أطفالنا على الفطور وبعدين بدنا نجبره حتى يعني لازم نشاركهم بهي الوجبة لحتى يقبلوا أنه المشاركة الأم بالفطور الصباحي. الأم هي الوعاء العاطفي والعطاء للطفل أكثر من الأب، مع أنه الأب هو العطاء، بس لكن هو الأب الطفل بس تعود على وجود العائلة مع بعضه تزيده من محبته للأكل الصباحي، وهذا الشيء بيخليه أنه يرتاد الفطور، يعني أنه يأخذ الفطور الصباحي. وياريت هاي العادة ترجع، مع أنه صعبة بهالوضع يعني العمل وشقاء المرأة مع الرجل في العمل حتى يأمنوا متطلبات الحياة. فإذا هاي شغلة. الشغلة الثانية كمان بالمدارس لازم البنية التحتية للمدارس، ما رح أحكي على مدارس ال5 نجوم يلي معروفة، نعرف نحن في عنا ريف وعنا أرياف وفي مدن تانية، فالمدارس لازم تكون فيها البنية التحتية الصحية المقبولة حتى نحمي أطفالنا من كتير من الأمراض الممكن ارتياد المدارس تأثر عليهم. منا المياه، تأمين المياه الحقيقية النظيفة، المياه الشرب، مياه الغسيل، تتأمن بكل المدارس، وهي من ناشد يعني وزارة التربية بهالشيء هذا، انه اقل ما يمكن انه نأمن دورات المياه تكون نظيفة الى حد ما، ونأمن المياه الشرب النظيفة حتى للشرب وللغسيل، حتى نأمن اقل متطلبات النظافة في المدارس. وهذا الشيء يعني نحن منعاني منه بمدارس كتير بالريف ان كان او حتى في المدن بهالشيء هذا. كمان فتح الصفوف وتعرضة للشمس خاصة للسهلة، هذا ما نغلق الأجواء بالصفوف،
تكون مهواية الصفوف بشكل جيد حتى يعني نطرد الفيروسات والعدوى من الصفوف بسبب اختلاط الأطفال واليافعين والشباب مع بعضهم ضمن المدارس. أكثر الأمراض الحالية قلت لك كمان الحساسية. هلا بينتشر الغبار بسبب الرياح بفصل حتى اللي عنده ربو هلا بيتحسس، فبيصير تحسس إن كان ربوي، السعال الربوي أو التحسس الربوي أو التحسسات من الأنف والبلعوم. أكثر الناس نحن عنا الناميات موجودة عند معظم الأطفال، بتخلي الناميات مع صغر أنف الطفل دون سن البلوغ، بتخلي الأغشية المخاطية بالأنف تتحسس من بعض المؤرجات المحرضات للحساسية، ومن الدخان ومن الغبار ومن الروائح الأخرى المؤذية والأجواء المغلقة، كلها بتعمل حساسية بالأنف، فممكن يزيد العطاس، يزيد الرعاف عند بعض الأطفال، الهشاشة الأوعية ممكن تعطي رعاف، الرعاف نزف من الأنف، ممكن كمان يعني تعمل سعال بلعومي جاف وممكن يصير في إفرازات مخاطية. إذا نوع من أنواع التحسس هذا بنشوفه هلأ بيزيد بهالفترة هاي، وخاصة الصبح بس يطلع الطفل من جو دافي ببيته ومغلق لبرا للصبح لا يروح على المدرسة، فدرجات الحرارة عم تكون 18-19 لسه بهالوقت هذا الصباحي، فتقلبات الحرارة عم تأثر على الأغشية المخاطية عنده وعم تعطي الأعراض التحسسية. وغير الربو مثل ما تفضلتي، يعني القصبات تبع الأطفال ممكن تتأثر ويصير فيها نوع من التشنج وتعطي أعراض ربوية من سعال منتج لقشع أو جاف أو زلة تنفسية أو صوت وزيز أو ما يشابه ذلك. فإذا كمان لازم نحن ندير بالنا، الوقاية خير من قنطار علاج. الكمامة كانت لطيفة بس تعودنا بالكورونا على الكوفيد على الكمامات، هلأ ما عاد نوجد. هذا اللي كان بدي أسألك عنه، بما أنه هلأ راجعين عم نسمع من جديد أنه في كوفيد، في انتشار رح يكون لكورونا فيروس جديد رح يجي تقريبا مع الشتاء رح يوصل لعنا، فقدم مهم اليوم العادات اللي كانت سابقا مع الكل الكبار والصغار أنه يحطوا جل معقم للأطفال معهم بالشنطة أو محارم معطرة اللي هي كل شوي ممكن يمسح إيده يمسح طاولته أي شيء قبل ما يقعد. قديه مهمة هاي العادات بغض النظر إن كان كورونا أو لا، قديه تخفف حتى من انتشار فيروس الرشح العادي اللي بينتشر بهذا الوقت. صحيح. يعني بعض النصائح اللي بتوجهها يمكن لكل الأهل معلي حتى لو اعتبروها الناس إنه هي حسوسة زيادة على اللزوم مثل ما بيقولوا، بس بيكون أفضل يمكن لأبنائهم بهالفترة. يا ستي النظافة الشخصية هي من الإيمان، أنا بعتبرها طبعا النظافة الشخصية هي ثقافة تربوية أخلاقية حضارية. للأسف نحن إذا في شيء شدة بتلاقي شعبنا بيلحق النظافة بعدين بتلاقي ارتخى، وهذا خطأ. النظافة الشخصية لازم تضل مستمرة، وتربية الأطفال على النظافة الشخصية، وهذا الشيء لازم يكون يعني سوية بين المدارس والجهاز التربوي مع الأهل. نظافة الملابس، نظافة الأيدي، نظافة الأشخاص، نظافة دورات المياه في المدارس. أكيد لازم نعلم أطفالنا وشبابنا واليافعين وحتى الكبار غسيل الأيدي قبل ما تناول أي شيء، وحتى إذا كان في اختلاط خاطئ أو شيء مثل ما تفضلتي المعقمات اللي ممكن أنه نعطيها للأطفال الغير ضارة إذا اضطر الطفل يحطها على عيونه أو يحطها أو إجت على عيونه أو شيء، كمان موجودة هي. الكمامة لازم نعيد ثقافة إنه إذا واحد أنا مريض مرشح أو عندي إنتان فيروسي حط الكمامة مشان ما عندي أفراد العائلة وما شابه ذلك. يعني الثقافة النظافة هي ثقافة مجتمعية لازم دائما ناشد الأهل إنهم يحافظوا عليها. كثير نحن هلأ منلاقي مثل ما تفضلت انتشار الفيروسات، الكورونا هو نوع من أنواع الفيروسات بيجي كل سنة موسمي إن كان أو كل فترة بيتغير بيتحور وبيجي بأعراض أخرى. حالياً نحن عم نشوفه بأعراض هضمية ممكن تجي عند الأطفال، بأعراض صدرية، بأعراض
انتان دم. عم تيجي فيروسات، ممكن نعمل زروعات ويبين معنا كوفيد، وممكن انه نحن صار عندنا خبره بالتعامل مع اي انتان فيروسي. فهلا حاليا بهالفتره هي عم نشوف الانتانات الفيروسية بدنا نقول، ما بدي أقول كوفيد، ومعويا كان ولا صدريا ولا بلعوم ولا تنفسية بشكل عام. نحن كمان في همسة، إذا الطفل مرض ما بصير إنه أنا أعطي كل أفراد العائلة دواء. يعني عندي مبارح كانت أحد السيدات الفاضلات عندي بالعيادة، ابنها مريض، الباقي عنده أطفال آخرين مو مريضين، فقالت لي هلا رح أروح أعطي أولادي نفس الدواء تبع اخوهم مشان فرد مره بيستبق المرض. هذا اكيد لا. اعطاء الادويه، الدواء هو سم، اعطاؤه بايد حكيم، هالسم هذا لعلاج مرض معين حتى يكون بلسم وعلاج. اي دواء اذا اعطيته بطريقه خاطئه هو مضر له مضاعفات. الدكتور بيقولوا يلا حتى الكبار، بلش اللي قريب لنلحق حالنا، لنعطي المتعارف عليه شو السيتامول والالتهاب، هذول اكثر شيء. هلا السيتامول كخافض للحراره وكمسكن للالم نحن ما عندنا مشكله فيه بالجرعات السليمه. مشكلة بدواء الالتهاب اللي عم يعمل مناعه حتى بعد فتره ما عاد يقدر يستفيد الشخص وقت يمرض من هذا الدواء. مقاومه الجراثيم على ادويه الالتهاب مخيفه، نحن بنداوم بمشافي وعم تجينا انتانات سحايا، ما عاد في ادويه تستجيب عليها، التهابات قويه، عم نعطي اقوى ادويه الالتهاب وعم نلاقي المريض عم يتدهور باختلاطات، ما بقى عم تاثر هالادويه. صحيح. هاي هلا اعطاء الدواء الالتهاب هو بايد حكيم لازم يكون، ما بصير صيدلي يقول له عنده اعطينا دواء يلا خذ هالجرعه. الجرعات اذا كانت خاطئه بتاثر على الجسم، قلت لك الدواء هو السم. حتى ابر احيانا عم ياخذوا ابر حتى هيك عشوائيا، يعني بياخذ ابره هيك وابره هيك وابره هيك يلا بلكي بيمشي الحال. طيب انا هون في معلومه بدي استفسر منها، ونحن وصغار في كثير كان مثلا اللي بيلتهبوا لوزاتهم كثير، في بعض الاطباء كانوا يقولوا لا تشيل اللوزات، خليها هي خط دفاعي مناعي عن الجسم، ولكن كثره الالتهابات مثلا وصلوا انه صاروا يعطوا للاطفال ابر لانه الالتهاب عم بيكون كثير قوي، فبيوصل لعمر معين هو لساته طفل، يعني شيء انه بلش بالشباب بيقول لك في زمره الادويه اللي هي الثنائيه تبع الالتهاب او وصل للثلاثيه، فنحن يعني قطعنا خط كثير كبير ومؤذي، بيوصل لمرحله معينه ما عاد في ادويه يستجيب عليها وهو لساته صغير بالعمر. طبعا. هذا الشيء قد ايه سيء بالتعامل هلا مع الاطفال. عرض القصه يلي حضرتك عرضتي عليها شويه اشارات استفهام وأنا شوي شديد فيها، استئصال اللوز عند الأطفال ثقافة عنا، الأم بدها تجي بدها تقنع الطبيب الأطفال إنه بدها تشيل لوز ابنها لو ما بدهن شيء، وبدها تلف وتدور لتعمل له هالعملية لترتاح من التهاب اللوز. اللوز هن خط دفاع أول. صحيح. نحن عنا معايير أطباء الأطفال، وليس أطباء، مع احترامي للأطباء الإذنية أكيد هن خبراء بهالشيء، لكن نحن أطباء الأطفال عالم الطفولة ما بنستأصل اللوز إلا ب معايير طبية صارت تضر الطفل من استئصالها. هلأ ليس كل التهاب بلعوم هو التهاب لوزات، عنا انتانات الفيروسية المنتشرة تعمل احتقان بالبلعوم. الأم كل احتقان بلعوم تقول لك التهاب لوز، لا، التهاب اللوز إلى معاييرة. هناك لوز ضخمة عند الأطفال، مو شرط كل لوز ضخمة لازم شيلها، هناك الناميات عند 99% من الأطفال مزعجة، مو شرط كل ناميات شيلها. انف الطفل صغير والناميات ممكن تشعروا بزلة تنفسية من الأنف، نستخدم السيروم الملحي نحن حتى نحسن من التنفس عند الأطفال من الولادة، من نكتب له سيروم ملحي ومنقول له نستخدمه قد ما بدكم. استئصال اللوز إذا مو شغلة هيك عابرة، إذا أمتى هي أمنا جزء من الجهاز المناعي تبع الطفل، إذا هي معاييرة، إذا التهبت اللوز حقيقة هون طبيب الأطفال وحكمته بيقدر إذا كان بده استئصال لوز ولا لا، بيعملوا تحليل اسمه ASLO معه ابني روماتيزم. يا أخي هذا ليس معيار للحمى الرثوية، الحمى الرثوية الروماتيزم إلى معايير كبيرة ومعايير صغيرة، بيعملوا التحليل وغير شو ما عاد يقنع الأم إلا أنه ابنه معه روماتيزم بدي استئصل لوز. وبيكون يعني بعض الأحيان في خلاف طبي ما بين طبيب الأطفال وطبيب الإذن أنف حنجرة، أنه بقدر الطبيب الأطفال أدق بتقدير استئصال اللوز للأطفال. الجراح دائما عنده أي لوز كبيرة ممكن أنه هي بدأ استئصال، بس نحن بنحاول نحافظ على اللوز. أخذ الأدوية الالتهاب أكيد العشوائي
الغير صحي هذا مضر للي عنده التهاب لوز او اللي عنده التهاب بالعوم او اللي عنده انتان فيروسي بسيط. لكن الامهات عاده اذا انت كطبيب ما اعطيتي دواء التهاب بتروح على الصيدلي بتسبسب على الدكتور وبتاخذ دواء التهاب اضافه للادويه اللي كاتب لها اياها بدون دواء التهاب. عندنا عادات خاطئه من الصعب انه نطلع منها. الثقافة الصحية إن ثقافة النظافة هلأ الثقافة الصحية لازم السيدات يقتنعوا برأي الطبيب ويمشوا مع رأي الطبيب وليس مع رأي آخر حتى يحافظوا على صحة الطفل وتمشي صحة الطفل بالشكل السليم. وأكيد نمو الطفل بتأثر بأي خلل إن كان بالأدوية بإعطاء الخاطئ أو حتى بنومه وأكله وغذائه ويعني تربيته. فيعني هي موضوع جميل وعم نحكي بالبساطة لكن هو عم نضرب ببعض الشغلات اللي لازم تكون الثقافة فيها موجودة. دكتور حكينا عن الأطفال بشكل عام وطلاب المدارس، خلينا نحكي شوي بس الأشخاص اللي عندهم ضعف مناعة يعني هنون من الأساس، هدول كيف ممكن أنه نحن نحميهم هيك بملخص؟ تمام. هلأ عندنا أمراض السكري، أمراض الدم الانحلالية، التلاسيميا، المنجلي، أمراض الاستقلابية، بعض الأمراض داون البسيط، بعض الأمراض الموجودة بالجسم اللي بتأثر على الجهاز المناعي. هدول لازم دائما نكون نخبر المدرسة انه ابننا معه هالمرض هذا حتى يعرفوا كيف يتعاملوا معه. نخبر المدرسة انه ابننا اذا لازم ندير بالنا من الأجواء المريضة، فلازم يعني الكادر التربوي اذا شاف انه في شيء امراض بالصف نبعد هالطفل عنهم، نحاول يعني نعمل شوية عزل أو وقاية للطفل بدون ما يشعر ونأثر على حالته النفسية بهالشي، غذائه السليم، أعطائه الأدوية المناسبة للأمراض اللي عنده إياها، ونقوي المناعة دائما بالغذاء الصحي السليم بالبيت. في أدوية بالصيدلية بيقول لك كيت 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 بتقوي المناعة، هذا كلياته غير منطقي، الغذاء السليم تمام. غير سليم. نعطي بعض الفيتامينات إذا حسينا الطفل بحاجة، الغذاء طعام الأم الصبح والظهر والمساء وبعض الفواكه، هذا اللي بيقوي المناعة للطفل مهما يكون عنده أمراض، هي اللي بتقوي المناعة مع إضافة بعض الفيتامينات اللي منحس أنه هي بحاجة للطفل. ودائما إن شاء الله أطفالنا بعيد عنا، كنا بنحكي عن الأمراض الهضمية، بدنا نحكي عن كثير من الأمراض. نحن رح نعمل لقاء تاني لأنه بدنا نتوسع أكثر يعني. نحن اليوم عملنا إشارات بسيطة مع بداية العام الدراسي، ولكن أكيد دكتور قصي دائما يعني معلومات مفيدة مع حضرتك لكل اللي تابعنا. شكرا كثير لوجودك معنا، بتمنى الكل يكون استفاد من هالمعلومات. شكرا لكم لهالبرنامج الصباحي الجميل معكم صبايانا الجميلات. ومتمنى دائما أطفالنا بسمتهم هي بسمة حياتنا. أكيد. والصحة والعافية للجميع، وصحتهم وعافيتهم وتحصينهم العلمي بالشكل الجميل اللي دائما نعطي بلدنا الحبيب أطفال بمستقبل جميل. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. أما هلأ صار